اثنين، ثقافة الصمت. ثقافة الصمت، احنا نسوق للصمت ونقول الصمت كويس، واذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا كلام غير صحيح. طيب انت على كيفك تقول غير صحيح؟ لا، مو على كيفي انا، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. ايش الخيار الاول؟ فليقل. فليقل يعني الخيار الاول ان واحد يتكلم، اذا ما يقدر يقول شيء زين يروح للخيار الثاني، يروح للخيار الثاني. بس مشكلتنا ان احنا في مدارسنا وفي اماكن كثيره نسوق للخيار الخيار الثاني، الخيار الثاني. انظر الى المدارس، من ياخذ شهادة الطالب المثالي؟ هو ذلك الذي لا يتكلم ولا يتحرك ولا يناقش ولا يحارش ولا يعترض. أما الإنسان اللي يبدي وجهة نظره ويتكلم ويناقش ويقول يا أستاذ غلط وهذا ما يصير، أحيانا نسميه ذلك، أو هذا الإنسان نسميه المزعج، ونقصيه ونبعده، وانبغينا نروح الرحلة ما نختاره لأنه بيوجع روسنا وبيغثنا. لا، لأنه يؤكد ذاته، والناس لا تحب الذي يؤكد ذاته، لا تحب. إذن